مرحبا بكم في ناس نسمع تولك شو المغرب الكبير مباشرة من تونس، ومعايا كالعادة زينب صابر وكنزة بوشناق. مساء الخير. اغتصبوها ثم حكموها، جملة هاجموا بها المئات من البارح الصفحة الرسمية لوزارة العدل التونسية على الفيسبوك بعد التطورات اللي عرفتها قضية تونسية باش نسميوها اليوم مريم، رغم هذا أنه مش اسمها. 28 سنة الشاكية بزوز بوليسية بتهمة الاغتصاب. البارح صارت مكافحة قانونية في المحكمة الابتدائية في تونس بين أعوان الأمن والمشتكية اللي لقت روحها متهمة بالتجاهر بما ينافي الحياء والنيل من الأخلاق الحميدة، الشيء اللي خلى المحامية نتاعها وعدد من منظمات حقوق الإنسان تعتبر اليوم في القضية هذه الشاكية تحولت من مغتصبة المتهمة. تطورات القضية والمنحة اللي قاعدة تاخذ فيه نرجع عليها بالتفصيل مع محاميتها راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب. مرحبا بك متر نصراوي. في المغرب احتجاجات على رئيس الحكومة بن كيران ووزيرة المرأة والأسرة في ندوة لمناهضة العنف ضد النساء، واحد من المواضيع اللي نرجع عليها بالتفصيل مع ضيفنا من المغرب اليوم البلوغر أنس الفيلالي المتحصل على جائزة أحسن بلوغ في المغرب في 2010. مرحبا بك أنس. شكرا لك. قبل التحول المغرب إذن البداية من تونس، الحكاية ولات قضية رأي عام، قضية وطنية، قضية تعطي اغتصاب الشابة مريم. قبل الخوض في تفاصيلها، تذكير كيفاش بدأت الحكاية وتذكير بالمواقف المسجلة في الموضوع هذا في تقرير ملك اليزيد وطارق الخضراوي. صبني وبكي، سبقني وشكي، أو اغتصبوها وبعد حاكموها. هذه هي العبارات اللي تصدرت صفحات ليغيزو سوسيو، كما شفنا برشا اتهامات ودي كومنتير ضد الصفحة الرسمية لوزارة العدل، الوزارة المعنية بتوجيه تهمة التجاهر العمد بالفاحشة وبما ينافي الحياء للفتاة اللي تعرضت للاغريسيون، كما وصفوا برشا وزارة الداخلية بوزارة الاغتصاب الشرعي. لي رياكسيون شافتهم وسائل الاعلام امر عادي بعد ما تم اتهام فتاة اغريسي وتبرير عمليه الاغتصاب في عوض محاكمه المعتدين. القضيه ولت اليوم قضيه راي عام وتبعوها برشا ناس وبرشا منظمات حقوقيه، خصوصا انه برشا ياكدوا انه الفيكتيم وخطيبها يتعرضوا للمضايقات باش يتخلوا على حقهم في الشكوى. واقعه الاغتصاب صارت ديرنييرمون في منطقه عين زغوان واللي تعرضت فيها فتاة للاغتصاب بالتداول على يد زوز اعوان تابعين لمركز شرطه حدائق قرطاج، وتعرض خطيبها للابتزاز من زميلهم الثالث. الحادثة عملت بوز كبير على الانترنت بعد ما تمسكت المتضرة بحقها في تتبع المعتدين عليها عدليا وساندوها في موقفها أغلب الحقوقيين. أصابع الاتهام توجهت للمؤسسة الأمنية في تونس عموما باعتبار أنه هالنوعية من الحوادث كان مسكوت عليها قبل فيو لو بوفوار اللي كان عند رجال الأمن. البارح مثلت المتضرة أمام قاضي التحقيق كمتهمة ومش كضحية اغتصاب. في حوار لها مع جارية الشروق أكدت أنها اليوم في إتاب سيشيك صعيب وما نجمتش تنسى اللحظة المشؤومة والأليمة في حياتها اللي عاشتها هي وخطيبها، وما نفاتش أنها كانت في وضع حميمي لكن مش غير أخلاقي كما اتهموها. وقالت المتضرة زادة أنها تلقت دموناس وأنه أقوال المتهمين المتضاربة وتقرير الطب الشرعي يخدموا مصلحتها في القضية. في البداية النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أكد أنه الفيكتيم كانت في وضع لا أخلاقي وأكد في نفس الوقت أنه هذا ما يبررش فعلتهم. واليوم أصدرت وزارة الداخلية توضيح بخصوص القضية، قالت فيه أنه الوزارة أصدرت بتاريخ 8 سبتمبر 2012 بلاغ أعلمت فيه على الحادثة، وأكدت الوزارة زادة في بلاغها أنه الثلاث أعوان المشتبه فيهم توقفوا إميدياتمون وتمت إحالتهم بعد التحقيق على العدالة من أجل مواقعة أنثى دون رضاها سنها فوق العشرين والابتزاز. في انتظار نتائج التحقيق فإنه القانون لازم ياخذ مجراه والمحاكمة تكون بعيدة على أي ضغوطات وحسابات ضيقة وبحسب ما يضمن القانون مهما كانت مكان الطرفي النزاع. قبل كل شيء راضية النصراوي، شنو أحوال الشاكية المتهمة إذا كان نقوله اليوم؟ والله أحوالها مريضة، مريضة نفسانيا، معناها تنجموا تتصوروا كيفاش امرأة تكون بعد عملية اغتصاب، عمليات اغتصاب، لأنها اغتصبت ثلاثة مرات. العون الأول اغتصبها مرة فقط والثاني اغتصبها مرتين. المسألة ماهيش سهلة، والحقيقة البارح كانت في وضع صعب للغاية، معناها
كانت تواجه في الناس اللي اغتصبوها والناس اللي مش يخليوا لها آثار ربما تبقى سنوات ربما لا تمحي بالمرة، لأنه الاغتصاب يعني فيه إهانة كبيرة للمرأة. إذن نعتقد أنها في حاجة للمساعدة، وهي الآن قاعدة تشوف في بسيكياتر. نتمنى أنها تشفى يعني في أقرب وقت، واللي باش يعاونها على الشفاء بطبيعة الحال هو وقوف الناس الكل إلى جانبها، وقوف المجتمع التونسي إلى جانبها. وزيرة المرأة كانت حاضرة في بلاتو موزايك منذ ساعات، وأكدت على تعاطفها كما قالت هي معها، وعلى تشجيعها لها في عملية قيامها بالمقاضاة ضد جماعة ذوما. لكن برشا كلام تقال راضية النصراوي على العملية كيفاش صارت وكذا، هل في استطاعتك اليوم أنك تعطينا التفاصيل شنو صار؟ لأنه يعني فما بين برشا بليزيور فيرسيون للموضوع، هل نجموا اليوم تعطينا شنو صار في الليلة هذيك بالتحديد؟ والله دون الخوض في تفاصيل القضية الآن عند التحقيق، وربما توا يجي وقت والناس الكل يعرفوا تفاصيلها في جلسة علنية، الآن ما زالت في التحقيق، لكن بشكل عام هذوما بنت ورجل معناها ناويين يتزوجوا، هما كانوا موجودين في سيارتهم في مكان خالي من الناس في ساعة متأخرة معناها من الليل. البوليسية كانوا في سيارة يعملوا في جولة باش يراقبوا اش قاعد يصير، لما شافوا السيارة توقفوا وطلبوا منهم أوراقهم، وبدأت العملية متاع التخويف. يعني حسب ما يحكيوا بطبيعة الحال الضحيتين الراجل والفتاة، بدأت عملية ضغط، بدأت عملية ابتزاز. فيبدو أن الراجل خذاه واحد من الأعوان، أولا حطوا له يديه حسب تصريحاته في المنوت في الكبالات إلى الوراء باش يشلوا الحركة متاعه، ثم خذاه واحد منهم في سيارة الفتاة ومشاو يشوفوا معناها في ديستريبيتور، لأنه طلب مبلغ مالي السيد هذايا. والراجل كان يعني في حالة خوف، لأنه ما تعودوش، ما عندهمش معرفة، كان من المفروض يدافعوا على أنفسهم ويقولوا للبوليس إذا عندك، إذا لاحظت حاجة مخالفة للقانون تفضل أعمل محضر، تفضل هزنا للمركز. هما يعني تفاجئوا وترعبوا، ولذا خضعوا، هو خضع لعملية الابتزاز ومشى باش يبحث على المبلغ المالي اللي هو حسب ما يظهر 300 دينار. ثم عوني الأمن اللي بقاو قاموا بعملية الاغتصاب بشكل معناها فظيع للغاية. كان فما عنف، كان فما رعب، كانت فما عملية وحشية يعني. اليوم كيفاش تقرأ راضية النصراوي أنه الحكاية تحولت من شاكية، طفلة تحولت من شاكية إلى متهمة اليوم بالتجاهر بما ينافي الحياء والنيل من الأخلاق الحميدة؟ هو التهمة هي تهمة الفصل 226، التجاهر عمدا بفحش. عمدا بفحش، أيوة. يعني الناس كانوا يعتقدوا أن فما زوز تهم اللي كنت تذكر فيهم، لكن مش صحيح. هو شنو يصير في العادة إذا كان قاضي التحقيق يبدأ يحقق ويرى أنه فما في أثناء التحقيق يتضح له اللي فما جريمة، طرف من الأطراف قام بجريمة، يلزمه يحيل الملف للنيابة، والنيابة إذا ترى اللي فما ضرورة للإحالة تحيل. لهنا هما أعوان الأمن من أجل تبرير ما قاموا به ومن أجل التخفيف على أنفسهم، تخفيف من الجرم، ادعوا أنهم كانوا في وضع معناها مخل بالأخلاق. ولكن لهنا هذوما ما عادش ممكن نعتبروهم أعوان أمن، هذوما متهمين، هذوما أنا نقول مجرمين.
كيفاش ممكن يؤخذ كلامهم بعين الاعتبار، لأنه ولات فما علاقة متاع عداوة، ورغم كل الضغوطات اللي قاموا بها لأنهم ضغطوا بشكل مستمر على البنت وعلى السيد كذلك خطيبها، كان ضغط متواصل من أجل أنها تتخلى عن الشكوى، ومسجل عليها اللي هي ما عندهاش رغبة باش تشكي. ولكن كان هما ولا ضغط من الناس اللي بحثوا معاها؟ ضغط منهم ومن البعض من زملائهم، كان الهدف أنهم يتراجعوا على الشكوى. لكن أنا نحب نحيي موقف الشابين هذوما، لأنه موقف شجاع للغاية. ما عندكش في تونس ناس، يعني نساء يقع اغتصابهم ويتجرؤوا يتوجهوا للقضاء ويشكيوا. علاش؟ لأنهم يخافوا من ناحية من الفضيحة، يعني حاجة تمس بكرامة المرأة، مش سهل باش مرأة تصرح وأنها تعرضت لعملية اغتصاب. ومن ناحية أخرى الناس يخافوا من ردود الفعل، من عمليات انتقامية من قبل البوليس. وأكبر دليل هوريته معناها في القضية هذه، وقت اللي تمسكت هي وخطيبها بالشكوى، وقعت تلفيق تهمة ليهم. والحقيقة نستغرب أنا من موقف القضاء، لأنه ما فماش، مادام هو مكان ما فيه حتى حد، ما فماش حتى شاهد. لو فرضنا جدلا أنهم كانوا في وضع مخل بالأخلاق، وأنا مانيش مقتنعة بهذا، الشهود الوحيدين هما شهود مقدوح فيهم، مقدوح فيهم، يعني قانونا لا تقبل شهادتهم بالمرة. بالمرة. والحقيقة اللي نخاف منه أنا أنه إحالة الضحيتين على القضاء كمتهمين من شأنه ما يشجعش ضحايا أخرين باش يقوموا بشكاوى، سواء ناس معناها تعذبوا ولا نساء وقع اغتصابهم. الكل باش يوليوا ربما يخافوا أكثر من ذي قبل. هل العملية هذه راضية النصراوي، وهنا نسألك بوصفك خاصة رئيس الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ومتابعة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومحامية متابعة لعديد الملفات في الإطار هذا، هل هي عملية معزولة؟ ولا كما صرحت مثلا المحامية بشرى بالحاجة حميدة، قالت هناك نساء يقع اغتصابهن يوميا من طرف أعوان الأمن، وتواصلت عمليات الاغتصاب على مدى الأشهر الماضية، وما تعرضت له الفتاة التي تم اغتصابها يوم 3 سبتمبر ليس حالة معزولة. احنا في مواجهة حالة معزولة ولا في مواجهة حالة ربما مش بالندرة هذه؟ أنا ما نعتقدش أنها حالة معزولة، لأنه نسمع من حين إلى آخر بممارسات. أنا مثلا نعرف عديد النساء تعرضوا لهرسلة بوليسية، مثلا يقع لمس النساء في أماكن حساسة، مثلا فما كلام يعني يخجل الإنسان باش يقولوا، فما حتى لو ما يصيرش اغتصاب فما تعامل لا أخلاقي من قبل البوليس مع النساء. وانا نحب نقول اللي البارح بالضبط، يعني فما عائلة اتصلت بيا وتقول انه بنتهم وقع ايقافها ظلما من قبل البوليس، والبوليس حاول باش يلفق لها تهمة المراودة، واللي هو الامر هذايا حسب العائلة مستحيل. في نفس الوقت صار تعذيب كبير على المرأة هذية، وقت اللي قامت لقات معناها حست اللي وقع على الأقل لمسها في صدرها معناها وبشكل غير أخلاقي. والحقيقة نحب نقول حاجة، أنه الإفلات من العقاب هو اللي يخلي البوليس يواصل هالممارسات لا قانونية. قضايا قد أقبلوا فما إفلات من العقاب. لا معناها البوليس بشكل عام ما يتعاقبش. عندنا استثناءات في عهد الدكتاتورية، عندنا استثناءات، يعني يلزم واحد ساقيه يتقصوا حتى للأعلى يصبح يعني في كروسة باش يتجبر النظام
يحاكم البوليسية اللي عذبوه. هذية من شأنه يشجع الناس على مواصلة هالانتهاكات. رجعين لها الامبونيتي راضية النصراوي. ولكن بداية ماشي معاك زينب، بما أنه الموضوع وصل إلى حالة كارثية، بأنه ما يهمش كان تونس موضوع ربما عملية الاغتصاب، وصل حالة كارثية في المغرب، بما أنه طفلة تمت عملية اغتصابها ووصلت الأمور إلى انتحارها وعملت بوليميك كبيرة في المغرب. زين ويا حمزة، إليا كيلكو موا اهتز الرأي العام المغربي على إثر نبأ انتحار أمينة الفلالي اللي غنشوفوها أون إيماج. أمينة الفلالي طفلة ما كيتعداش العمر ديالها 16 سنة في مدينة العرائش. البنت اللي قنع القاضي، وحسب السيناريو اللي وردوا في هذه القضية، القاضي قنع المغتصب ديالها واللي غنشوفوه دابا مصطفى الفلاق على الزواج بها. الضحية كانت كتشكى طوال الخمسة ديال الشهور من الزواج من سوء معاملة ديال زوجها لها، شيء اللي خلاها توضع الحد لحياتها بالانتحار. قرار زواجها من مغتصبها تلقى انتقادات كثيرة وتسبب في احتجاجات كانت على القرار اللي كيتساند القانون ربما الجنائي المغربي اللي كيتعلق بالاغتصاب، واللي كيبيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال ما قبل الزواج من المغتصبة. دونك الاحتجاجات خلت وزير العدل مصطفى الراميد انه يفجر قنبلته ويقول ان امينه ما تعرضتش للاغتصاب، وان الوثائق كتبت بان عمليه فض البكاره تمت برضا هذه الفتاه، واللي وقع خلف ضجه في الوسط الاعلامي ايضا. فالموقع الالكتروني إلاف كيف ما غادي نشوفوا كتب باللي قضيه امينه الفلالي تفرض تحديات على الحكومه المغربيه. هاد الحكومه اللي جات واللي جا بحسب ما جا في موقع فرانس 24 كتنوي تغيير القانون الجنائي المتعلق بالاغتصاب. اما جريده المساء فكانت عندها رده فعل من نوع اخر، ندوه صحفيه كبيره اللي حضروها اعلاميين من داخل المغرب ومن خارجه حول تزويج واغتصاب القاصرات. حضرتها وزيره المراه والاسره بسيمه الحقاوي وعائله الضحيه، واللي اعتبرت فيه المساء حكومه بن كيران بانها حكومه رجعيه. مجله الان جابت لنا سيناريو جديد للحادثة، وكان حوار عبارة على حوار مع مصطفى الفلاق واللي كيقول لم أغتصب أمينة ووالدها سبب انتحارها. كثرت سيناريوهات، ولكن مازال كل اليوم كينتظر قول المحكمة. شكرا لك زينب. وهنا نستغل الفرصة أنس الفلالي البلوغر المغربي، يعني ليس فقط عدم عقاب المغتصب وإنما تزويجه بمن اغتصبها، وهذا قانون اليوم في المغرب ربما أدى إلى عملية الانتحار اللي كنا نحكيه عليها. تفضل. لو كان هناك اغتصاب في الأول، يعني اغتصاب شخص لطفلة صغيرة، هذا أصلا مصيبة كبيرة، ونزيدوا عليها قانون كيبيح للمغتصب أنه يتزوجها، يعني أنا كأن المجتمع كله كيغتصبها. المشكل في المغرب كالكثير من البلدان العربيه هو اننا كنغطيو عينينا على المشاكل الحقيقيه ديال المجتمعات ديالنا. كاين اغتصاب وكاين كذلك اطفال كيجيو من هذا الاغتصاب، وشنو الحلول؟ لحد الان حتى واحد ما بغى ياخذ القرارات اللي هي حتميه خصنا نديروها. عندنا اطفال العدد ديالهم كيتزايد يوم بعد يوم، كيتزادوا اكس بن اكس، ما عندوش اب، ما عندوش اسم، كيتطور عنده واحد الحقد على المجتمع. كيفاش بغيتيه من هنا 20 عام يولي مواطن بحالي بحاله؟ من حقه انا بالنسبه لي انه يكون كريمينال او لا يكون يقوم ينحرف عن الطريق. المشكل كذلك في المغرب هو اننا كاينه جمعيات حقوقيه اللي كتناضل في هذا المجال وبشكل قوي، وتكون الحكومه رجعيه اللي هذا ماشي نقدر نقولوا ماشي كذب، لانها كنشوفوا مثلا وزيره وحده في هذه الحكومه اللي هي امراه، هذا رجوع للوراء، وكذلك الوزيره اللي ما كتعطيش للمراه المكانه ديالها في المجتمع، لان كاينه واحد استراتيجيه دارت من سنين والان كتعطل كتاخذ واحد الوقت كثير. كنظن انه اليوم في مجتمعنا المغربي او المغاربي ككل خصنا نهضروا كمجتمع اولا وقبل كل شيء، نهضروا على هذا المشكل ونتكلموا كيفاش اليوم نقدروا نحلوا مشاكل الاغتصاب والنتائج اللي كتجي منه، لانها غادي ترجع علينا من بعد سنين. هنا كنظن انها ماشي اشكاليه فقط الحكومات، ولكن كذلك اشكاليه مواطنين
خصوصا ان الاحصاءات اللي خرجت بحسب رابطه الديمقراطيه لحقوق المراه في 2010 و2011 كتعطي واحد الارقام اللي شويه كتخوف. 72 حالات اغتصاب ضمن الجنس العنف الجنسي و117 حاله اغتصاب زوجي و21 حاله اغتصاب ديال القاصرين. ومؤخرا صدروا شفنا لابريس كتناقل اخبار على احكام صادره في حق مغتصب طفل معاق وقاصر اللي ما تعداتش ربما 7 سنوات. شنو تعليقك؟ هاد الارقام بعد 171 27 كنظن صغيره بزاف، بعيده عن الواقع. بها راه الفي بوغ عاد ملي مخبي. بعيده عن الواقع، كنظن انه الاغتصاب بشكل كيمر بشكل يومي، وكيف ما سمعنا مثلا هنا كاين اتهامات انه المغتصب يكون البوليس، يعني اللي هو خصو يحمي المواطن. اليوم كنظن ما خصش تساهل نهائيا في هذه المشاكل، لان هاد الطفلات او هاد الطفل يقدر يكون ولدي او ولدك انت، وهنا كيبقى المشكل واش غنبقاو ساكتين اليوم؟ لانه حنا كنمشيو امام مشاكل اجتماعيه اقتصاديه، ولكن هذا المشكل بالنسبه لي هو قنبله بومب روتاردمون اللي من هنا واحد السنين غادي يجي على المجتمع المغاربي ككل وحتى العالم. ولكن بالنسبه لنا لاننا باقيين كنغطيو عيوننا على المشاكل اليوم، الا كانت هذه الارقام هذه اللي كيخلعني اكثر واللي كي يديرني في واحد الحاله ديال الهيجان، هو انه ملي كيمر هاد الناس امام القضاء كيحكم عليه بثلاث سنين اربع سنين خمس سنين. كيفاش هذا بالنسبه لي انا شخصيا كنظن انه ما خصوش يعاود يخرج، لانه كيولي واحد البريداتور سيكسويال، هذا كيولي كيقلب على ضحايا كل ما كيخرج من السجن كيقلب عليهم. وهنا الدواء ديالو، اسمح لي، الدواء ديالو ماشي السجن، الدواء ديالو اكبر من هذا. وكاينه في بعض البلدان كاين لاكاستراسيون شيميك، يعني كيعطيهم ادويه باش كيحدوا من النزوات ديالهم. وهنا موضوع العقاب. انس الفيلالي وراضي النصراوي، ما زلنا حديثنا متواصل معاكم، ولكن قبل راجعين معاك كنزه في الغوفي دو بريس نتاعنا. نبداو مع لابريس في الجزائر، مازالت تتكلم على ارتفاع الاسعار. في لا اون دو كوتيديان الوطن، الخضر والفواكه سون اور دو بري. في لي باج انتيريور تاع جريده الوطن تلقاو ان ارتيكل مع دونك عنده لو تيتر هذا كومبلو كونتر لا ميناجير. الجريده ليبرتي تخبرنا باللي ابو جراح سلطاني اللي هو رئيس حركه مجتمع السلم لو ام اس بي حزب اسلامي دار زياره او سالون انترناسيونال دو ليفر دالجي ان كلك مينوت. ابو جراح سلطاني ولا ديستريبيتور دو بونبون، كانت في يدو اون كوربي واللي كان جاي قدامو بيان يعطي له يمد له دي بونبون. اس ان افون غو دي زيليكسيون لوكال، يتساءل الجورناليست تاع ليبرتي. نمشيو لتونس في الجريده التونسيه، الاعلان عن تاريخ الانتخابات يوم 18 اكتوبر. وشكون يعطينا المعلومه هذه؟ ماشي رئيس الحكومه، ماشي رئيس الجمهوريه، يعني ميم ناطق رسمي، سي راشد غنوشي. قلت اني لا انوي الترشح في للرئاسه. لابريس نشوفوا لا كاريكاتور دو جور على جريده لابريس. بن جعفر كونتيست لا ديفوزيون ان ديريكت دي ترافو دو لان سي، والبوكبوك يعلق ويقول مانتنون ايل فول فوالي لاسامبلي كونستيتيونت. في المغرب كازا كاو على الصفحه الاولى ليوميه ليكونوميست اللي تتكلم اليوم على لي زامبوتياج كاوتيك في العاصمه الاقتصاديه المغربيه. اخيرا لو سوار ايكو، او جي ام او ماروك ا كيل غران سوفوي. وزير الفلاحه ني توت بريزونس دو جي ام، العضويات المتعدله وراثيا، الوغ كان انستيتيو امريكان افيرم لو كونترير. دونك في الحاله كيما هذه وزير الفلاحه اكلو لو دوسي، يعني غلق الملف، انفاق لك ما كانش. دركا انتوما لي بلوغور و لا سوسيتي سيفيل عندكم دور، ماشي غير في الملف هذا، في توت لي زافير، يعني فو بروني لو رولي. وي حنا، انا مثلا درت واحد التجربه في تويتر، سالت قلت لهم شكون اللي كي سو سون كونسيرني باغ لو بروبليم دي زو جي ام، شكون كيحس براسو عنده مشكل مع هذا. قليل الناس اللي جاوبوني، لانه الان ما كاينش واحد التحسيس بالمشاكل ديال لي زو جي ام. كيف يعقل ان بلد عربي ولا بلد مغاربي ما يكونش في لي زو جي ام، الوغ متواجده اصلا هي في اوروبا، وحنا عندنا علاقات اقتصاديه كبيره مع هذه البلدان. كنظن هنا مره اخرى شنو المشكل ديال السياسيين ديالنا؟ هو كم من مشاكل حللناها بغض البصر عنها. اليوم اللي طاري هو اننا كنعطيو كذلك لاطفالنا، كاين ماشي غير لي زو جي ام، كاين كذلك مواد البلاستيك اللي كتؤدي الى مشاكل اخرى، كاين عواقب وخيمه اللي نقدر نشوفوها الان، وكاين ارتفاع اعداد كبيره ديال السرطانات في بلدان كثيره. وكان نقولوا بانه ما كاينش لي زو جي ام،
كنظن انه الواحد يكون شويه سيريو مي الدور ديالك ان طونك بلوغور ان طونك كيما يقولوا لو جورناليزم سيتويان يقولوا له السلطه الخامسه يعني هنا كن بحال كتطلب من واحد سي دافيد كونتر غولياث يعني كتطلب من واحد مواطن انه يضرب حجره يضرب طياره غادا الاقتصاد اللي كيوقف على لاندستري اغواليمونتير لاندستري اغواليمونتير عندها الفلوس اللي تقدر تشري الصحف كلها انا غادي نجي كمواطن عادي غنرمي عليها حجره ممكن ولكن غادي جو سري با كريديبل لانه غادي نقدر نقول واحد الاشياء مثلا نقول بان لي زوجيم كاين في الخبز المغربي اليومي مثلا ما عنديش دلائل هنا كيخصني منظمات اللي هي غير حكوميه اللي تقوم بالتحليل واللي تعطينا وثائق اللي نقدروا ديك الساعه نتمتوا بها انه الان كاين ضحك على الدقون حوارنا مازال متواصل معكم على كل حال راجعين بعد البيب مرحبا بكم من جديد في ناس نسمع تولك شو المغرب الكبير مباشرة من تونس قادي نحكي على قضية الاغتصاب القضية لعام نضج في تونس هالأيامات ولكن على الاغتصاب كظاهرة في المطلق والليلة مع ضيوفنا راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ونس الفلالي البلوغر المغربي راضية النصراوي في مواضيع الأرقام هل عندنا أرقام على عمليات ولا حالات الاغتصاب؟ أنت قلت لي فما مشكلة لإنسان ما يمشيش يشكي. ولكن هل جوستومون هل عندنا تقديرات لعمليات الاغتصاب هذه وخاصة اللي تخص أعوان الأمن إذا كان فما حالات أخرى وخاصة أنه الظاهرة زادة تقول لي ما تهمش كان النساء. ما تهمش كان النساء. الحقيقة اعترضتنا عدة حالات لاغتصاب رجال. وهذا يصير خاصة معناها اللي نعرفوه في القضايا السياسية أساسا ولكن حتى في القضايا قضايا الحقل يعني نقولوا سابقا ولا في النظام السابق والله سابقا ولا حتى توا معناها يعني وصلتنا منذ يومين أو ثلاثة حالة متاع اغتصاب رجل في قفصة في مركز للأمن في قفصة وي ووالدته هي اللي اتصلت بنا وباش نحاولوا نقفوا معاه باللي نجموا لكن اللي نقوله منذ الان انه ما فماش معناها نشعر وانه ما فماش جديه في التحقيق لانه صارت تقدم بشكوى الضحيه هذيا ولكن حسب ما تقول والدته ما تحركتش الشكوى معناها ما تحركتش بسرعة معناها كما نشوفوا توا في قضية الضحية هذه في تونس يلزم نقولوا لي فما أسرع وفما الإيقاف كذلك إيقاف الأعوان اللي هو حاجة مهمة ياسر لأنها باش تخلي أعوان أخرين يفكروا قبل ما يقوموا بالاغتصاب في موضوع الأرقام هل عندنا تقديرات؟ لا الحقيقة ما عندناش أرقام في الوقت الحاضر اللي نجم نقوله أنه عدة حالات تصير الناس ما يشكيوش احنا كمنظمة أول مرة جاتنا حالة البنت هذية لكن باش تكون لنا فرصة باش نتعمقوا في الموضوع هذايا ونبحثوا أكثر حتى نوصلوا نعرفوا على الأقل فماشي أرقام ولو أولية في البلاغ اللي صدر البارح على عدد من المنظمات والجمعيات ومنظمتك منهم راضية النصراوي صدر ولت البارح تكتبوا تتسائلوا على جدية الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من العنف المسلط على النساء ومدى استيعاب الخطة هذه من طرف جميع المتدخلين من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني يعني هي أصلا راضية النصراوي على شنو تنص الخطة فما خطة لمجابهة العنف على شنو تنص ما تعرف تونس مصادقة على اتفاقية ما يسمى بالسيدا ومعناها عدم التمييز بالنسبة للنساء والعنف هو من أهم المآسي اللي تعاني منها المرأة ولذا معناها حكومتنا
47% من سافي تونس تقريبا يتعرضوا للعنف. اي معناها ظاهرة موجودة بشكل كبير ياسر. احنا وقيلا عندنا رقم أكثر اسمحي لي، وحنا عندنا رقم يقال أكثر، ولكن هذه كلها إحصائيات لو تسمح لي. إحصائية وكنمشيو للحكومة، ولكن راه مش مشكل المجتمع كذلك، مشكل كل مواطن. حنا كنغلطوا في يعني في المحاور، خصنا نتكلموا مع مجتمعنا باش يتعلم يحترم المرأة كفرد كمواطن كامل بحقوقه وواجباته. انا صح لا كنتكلموا على الحكومه، بس ما الحقاوي انات مؤخرا على اطار الندوه اللي دارتها هي رئيس الحكومه بن كيران باللي غيتم انشاء مرصد الوطني لمحاربه العنف ضد النساء. شنو غيجيب جديد وحنا عندنا بزاف ديال الجمعيات وديال المنظمات اللي كدوي على العنف ضد النساء وباقي النساء كيتعنف؟ هذه سياسه مغربيه وكنورثوها كذلك شويه من السياسه الفرنسيه. فين ما كيكون شي مشكل كنديروا لجنه، ولكن لجنه وراء لجنه وراء لجنه، واين الحلول؟ صراحة يعني هذا تمييع العمل الجمعوي، لأنه من سنين قبل لما تكون وزيرة الحقاوي وزيرة كانوا جمعيات ناضلوا وكانوا متهمين من طرف المجتمع ومن طرف كذلك بعض الناس على أنهم خارجين على القانون ويشجعون الاغتصاب ويشجعون البغاء. هذا كلام كله بعيد على راضي ناصر. أنس كان يقول يعني ممكن ربما مشكل مش حكومات وربما هو مشكل جمعيات ومجتمع مدني ومجتمع في المطلق. على شنو انتم عندكم استياء ربما من جدية الحكومة في البيان؟ لا، هو الحقيقة المجتمع عنده نظرة دونية للمرأة، ومعروف اللي في مجتمعنا عديد الناس يعتبروا أنه عادي المرأة تتعرض للعنف، وتعرف اللي معناها في ثقافتنا ما يهمش كيف الراجل يأدب مرته، يعني وهذا أمر المفروض في العصر هذا نتجاوزوه. لكن الحكومة دورها كبير في القضاء على العنف هذا، فما عدة أشياء ممكن نقوم بها اللي تخلي العنف على الأقل ينقص. فما القضاء يلزم يقوم بدوره. احنا نعرفوا اللي كيف مرأة تتعرض للعنف تلقى عند البوليس بعدها نحاولوا نطلبوا منها انها تتخلى على الشكوى، فما نساء شكاوا من سلوك البوليس، معناها تلقى البوليس نفسه العون نفسه يهينها، يقولها كيفاش تشكي براجلك، يعبر على موقف يعني ضدها تماما، والحال انها جات تشكي. ثم من بعد بالنسبه للقضاء كيف كيف، اذا كان ما يصيرش اتخاذ موقف حازم، اذا ما يكونش معناها موقف القضاء موقف قوي، بطبيعة الحال الرجال باش يواصلوا يعتديوا على النساء، باش يتواصل المرأة تتعرض للعنف. فما كذلك مؤسسات، فما نساء بعد ما يتضربوا ما يلقاوش وين يمشيوا، تاكل المصمت وتقعد في الدار، هذا أمر ماهوش مقبول. وهنا وزيرة المرأة اليوم أعلنت على أنه مركز سيتم بعثه للنساء المعنفات، هذا ما أعلنت عليه وزيرة المرأة اليوم في ندوة صحفية. العنف ضد النساء هو زاد راضية النصراوي من المواضيع اللي كانت من الاهتمامات في المغرب الجمعة هذه. العنف ضد النساء كان محور اهتمام حكومة بن كيران في المغرب، وين تعرض رئيس الحكومة ووزيرة المرأة لاحتجاجات عدد من النساء خلال ندوة مناهضة العنف ضد النساء. مكتب نسمة في المغرب يعطينا أهم ما صار في المسألة هذه وأهم الأحداث في المغرب على طول أسبوع. شريط أهم الأحداث اللي عرفها المغرب هذا الأسبوع، غادي نبداوه مع حزب الاستقلال ثاني قوة سياسية في المغرب، حيث صبح حميد شباط أمين عام جديد للحزب خلفا لعباس الفاسي الوزير الأول السابق، وجا انتخاب شباط من بعد الحزم ديالو للصراع على الأمانة العامة ب 478 صوت مقابل 458 صوت للمنافس ديالو عبد الواحد الفاسي. شباط أكد أن الأولوية ديالو كتجلى في ترتيب البيت الداخلي للحزب وتقوية الأداء الحكومي، وما كيستبعدش حميد شباط طلب إجراء تعديل حكومي يمكن يهم الوزراء ديال الحزب. كيبان على أن مشاكل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران مع النساء مازال مسالات، حيث أن مجموعة ديال النساء احتجوا على عبد الإله بن كيران والوزيرة ديالو في التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بسمة الحقاوي خلال افتتاح أشغال الندوة الإقليمية عن محاربة العنف ضد النساء واللي كانت في مدينة الرباط الأسبوع اللي داز. مجموعة ديال الناشطات في الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة رفعوا لافتات كتعبير على مجموعة ديال الانتقادات لأداء الحكومة ووزارة بسمة الحقاوي.
وفي المجال الرياضي. وصلنا خلال هذا الأسبوع لنهاية مسلسل تعيين المدرب الجديد ديال المنتخب الوطني لكرة القدم، من بعد الحسم في الاسم ديال رشيد الطوسي كمدرب، بعد ما راج كذلك الاسم ديال بدو الزكي. في الوقت اللي تلقى رشيد الطوسي السيل ديال التهاني على المهام الجديدة ديالو، كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم محط انتقادات واسعة، أولا على الطريقة اللي تم بها اختيار الخليفة ديال إيريك جيريتس، وثانيا على الضبابية في التعامل مع الأطر المغربية كل ما تعلق الأمر بالمنتخب الوطني المغربي. أنس الفلالي، ندوة مناهضة العنف ضد النساء عرفت احتجاجات على رئيس الحكومة وعلى وزيرة المرأة، يعني مشاريع مناهضة العنف وندوات وغيره، ولكن في النهاية تبقى الحكومات المغاربية والعربية وربما حتى العالمية عاجزة على القضاء ولا التقليص من الظاهرة هذه نتاع العنف ضد المرأة. مشكل عالمي، مش فقط مشكل مغاربي، ولكن الاختلاف اللي كيكون بيننا وبين بلدان اللي ما كنبغيش نعطي المثال بها بزاف، هي بلدان غربية، ولكن الواقع هو هذا، هو أنه شافوا المشكل وبشوا الخلل وحاولوا يعطيوا بزاف الحلول لهذه المشاكل، لأنه في الحقيقة ما كاينش حل واحد لهذا المشكل. هذا المشكل غادي يبقى من حد مجتمعاتنا غادي تعيش في واحد نظرة دونية للمرأة، وأنها يعني كالطفل الصغير خصنا نربيه ونأدبوه، خصنا فين ما تنحرف عن الطريق، ولكن شكون اللي كيحدد هذيك الطريق بأنه غير تنحرف تمر إلى العنف. الآن الحقيقة هو أنه مشكل كبير وما كاينش واحد عنده الحل، ولكن كنظن انها كتبدا كذلك من المدرسه، وتماك في المدرسه هناك قلب المجتمع، وهناك المكان اللي خليناه خاوي، يعني ما حطيناش فيه المبادئ ديال المجتمعات اللي كتحترم المراه وكتحترم كذلك كل انواع الحياه اللي كتواجد عندنا في البلدان ديالنا. المدرسه اللي كيتعلموا فيها الرياضيات ويتعلموا فيها الفيزياء والكيمياء، وما كنتعلموش فيها مبادئ العيش الكريم والعيش في مجتمع اللي العمل ديال المواطن كينتج على الحياه او كيقدر يضر او لا يزيد في الحياه ديال المواطن الاخر. ولكن انس ما نساوش ايضا القضاء، لان دوك الناس كيتعنفوا كيمشيو للقضاء وكيبقاو ربما سنين طويله، وحنا اليوم كنتكلموا على اصلاح منظومه القضاء. واش في نظرك الوزير الرميد ممكن يجيب شي حاجه جديده؟ اولا واحد القضيه قالها السيد الرميد هو انهم غيبداو يستعملوا، لان كذلك عندنا اغتصاب وشكاوى من اغتصاب ديال الشرطه للمواطنين اللي كيبت فيها القضاء الان، كيوعد بانه الان الاعترافات او المحاورات اللي تكون مع المتهمين في مخافر الشرطه غادي تمر امام الفيديو او لا بالاوديو. الان كنطلب منه السيد الوزير يعني حاول تديرها على في اقرب الاجل، لان المشكل ماشي المشكل فقط ديك الضحيه مع الشرطي او الضحيه مع الجلاد ديالها، بل هي ضحيه مجتمع، والمجتمع منين كيفقد الثقه ديالو في المؤسسات فما بقاش مجتمع، هذا كيولي غابه، كيولي فيها يعني مشاكل كبيره كتمشي حتى الاقتصاد، كتمشي حتى الحياه اليوميه. مواصلين معك على كل حال انس الفلالي، البلوغر نتاع بيج براذر بوان ام ا، البلوغ نتاعك في المغرب اللي تحصلت بها على جائزه احسن بلوغ في المغرب في 2010. مواصلين معك راضيه النصراوي لدقائق اخرى، ولكن قبل موضوع مازال باش يحكي فيه الياس الغربي الليله في اخبار نسمة بعد دقائق، موضوع عمليه الاغتصاب وردود الفعل والضجه اللي قاعده تعمل فيها. الياس مساء الخير، ناخذ من عندك عناوين نشرة 8 غير 4 على نسمة. مرحبا بك حمزة، مرحبا بضيوفك، مرحبا بالببليك اللي موجود معاك. اغتصاب مواطنة تونسية، تداعيات وطنية واستياء أطراف عديدة. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يدعون إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، والمؤتمر من أجل الجمهورية يقترح قوانين جديدة للمجلس الوطني التأسيسي. غضب المهندسين المعماريين من مشروع بناء وحدات سكنية في صيغته الحالية، وعائلة المفقودين في حادث لامبي دوزا المسلسل نتبعوه، هذا المسلسل الحزين، عائلات المفقودين في حادث لامبيدوزا يطالبوا بالتحقيق مع الناجين. هذه اخبار نرجعوا لها بالتدقيق في النشره شويه اخر حمزه.
شكرا لك الياس الغربي. بعد أربع دقائق معك نشرة الثمانية غير ربع على نسمة. راضية النصراوي، يعني اليوم القضية ولات قضية وطنية، رغم اللي أنت قلت فما حالات أخرى وربما ما كانش عندهم الميدياتيزاسيون هذه الكل، هل اليوم فما إمكانية أن تصير حلول جذرية في المسألة هذه؟ هل أنت تتوقع كونه فما تحرك ينجم يصير في الحكاية هذه في وزارة الداخلية في وزارة العدل في اللي هو، ولا تتصور كونه موجة وتتعدى وربما تتواصل العملية؟ أنا اللي نتمناه اللي تكون نقطة انطلاق للتفكير في حلول باش ما عادش البوليس يقوم بهالجرائم هذية. الحقيقة ماذا بيا نوجه نداء أنا لكل أعوان الشرطة والمسؤولين الأمنيين اللي هما مقتنعين وأن الاغتصاب جريمة وأنها عملية مخلة بشرف الأعوان وشرف المهنة، ماذا بيا نوجههم؟ أقلية اللي فيهم الناس اللي ربما تقوم بعملية هذه بالتأكيد هذه. فما ناس يعتبروا اللي هذا جريمة ويكونوا مقتنعين أنه العقاب ضروري على الجريمة هذه، ماذا بيا هذم معناها يخرجوا من صمتهم ويعطيوا موقفهم باش يبينوا للمجتمع باش يبينوا للنساء وللرجال وأنهم هما يعارضوا هالسلوك هذايا وما يقبلوهش وموافقين على تسليط العقاب على اللي يقوم بهالجريمة هذايا. ماذا بينا نشعر وأن القطاع ما يدافعش على البوليس اللي يقوم بجريمة، ماذا بينا ما تكونش بك العقلية متاع أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذايا من شأنه يطمن المواطن ويطمن المواطنة. نعتقد اللي حان الوقت باش مثلا نقابة الشرطة ماذا بينا نسمعوا موقفها ماذا بينا نسمعوا موقفها في الحالة هذه. وجستمو على ذكر المواقف راضية النصراوي، فما شكون حتى مشي قال شبيها وزارة الداخلية كيف هي كيما انت حكيت، يعني قامت بإيقاف الأعوان ووقفتهم على الخدمة وثم عادتهم في إطار الإيقاف قدام قاضي التحقيق وغيره، علاش ربما ما قدمتش اعتذار بما أنه منظوريها هما اللي قاموا بعملية الاغتصاب هذه، قالك علاش ما قدمتش باعتذار رسمي للطفلة باش تتبرى فيه ربما من الفعل هذا؟ شنو رأيك؟ والله هو أحسن اعتذار أنه يكون فما حرص على ألا تتكرر العملية. معناها البنت بطبيعة الحال إذا قدموا لها اعتذار نتصور يخفف عليها، ولكن نعتقد اللي أهم من هذا الكل هو اتخاذ المواقف اللازمة من أجل إيقاف هالممارسات. فما ممارسات اختيرة برشا في قطاع البوليس وقاعدة تتواصل لأنه فما إفلات من العقاب، فما شعور بالحماية عند الناس هذوما، فما شعور بالحماية لأنه يشوفوا اللي القضاء مثلا لمدة عشرات السنين ما كانش حريص على إعطاء حق الناس اللي هما ضحايا البوليس. تعرف اللي مئات الشكاوى في موضوع التعذيب اللي هي وقع تجاهلها، أنا نقول مئات ربما آلاف لو كان ناخذوا على 20 سنة ولا على 50 سنة. معناها فما ناس تضروا برشا ولكن عمرهم ما وصلوا ياخذوا حقهم. أقلية نادرة من الحالات صار فيها تحقيق جدي، ولكن التحقيقات الجدية ما زلنا ننتظروا فيها ونتمنى أنه هذه تكون متعرف اللي تسبوا في مقتل الشاب عبد الرؤوف الخماسي وقع إيقافهم حاجة إيجابية. إيقاف اللي اغتصبوا الفتاة هذية وابتزوا صديقها أو خطيبها إيقافهم مسألة إيجابية كذلك، يعني هذا باش يكون عنده تأثير كبير نعتقد على كل الأعوان اللي ممكن يفكروا نهار من نهارات باش يخرقوا القانون وباش يقوموا بهالجرائم الشنيعة. يعني نقطة ماذا بيا كان يسألك عليها راضية النصراوي، لأنه بلغني أنه زوز من ثلاثة المتهمين في القضية الأعوان ولاد صغار 23 سنة تقريبا أعمارهم، يعني هنا تأثير العمر ربما أنه يكون عمره 23 سنة. أنا تفاجأت الحقيقة بصغر سنهم، فهمت يعني شبان ما زالوا صغار ربما يخرجوا مازالوا كيبداوا يخدموا ربما ما عندهمش شعور بالمسؤوليه كما يلزم يكون عند اي عون،
العون موجود باش يحمي المواطن هو اسمه عون أمن. يعني إذا كان عون الأمن اللي موجود باش يحمينا من المجرمين وباش يدافع علينا ويدافع لنا على حرمتنا الجسدية ويدافع على مصالحنا وعلى ممتلكاتنا، يولي هو عدو ويولي هو يجرم في حقنا، مسألة خطيرة برشا. واضح. أنس، وانت حكيت على موضوع ربما الحلول وقلت من المدرسة والبداية بالتكوين وغيره، نرجع لموضوع السن متاع أعوان الأمن. يعني 23 سنة زوز منهم، 23 سنة هما زوز على 23 سنة. موضوع التكوين، موضوع التثقيف على حقوق الإنسان، التثقيف على احترام ربما المواطن وغيره، نعرفش إذا كان في المغرب فما نفس الإشكالية. طبيعة الحال مشكلة كذلك، الحمد لله كان الجمع في المشاكل في المغرب العربي والمغرب ككل، كان الجمع في المشاكل ولكن كان اختلفوا كنا على الحلول. السن أو محاولة تبرير عمل شنيع بحال هذا بالسن أو بغيره فلا مجال له. ولكن الآن اللي كان خاف منه هو أنه هذا الشيء يتطور في مجتمعاتنا ويولي من اللي كيدوز مثلا في الميديا كان واحد التمييع، ملي كيولي يدوز اليوم غدا بعد غدا كنحسوا بانه يعني لو نيفو ولا نسبه الحساسيه ديال المواطن غدا كتقل. هنا هذا هو اللي كيخلعني اكثر، لانه اليوم المواطنين هما اول ضحايا وكذلك اول وحدين اللي يقدروا يحلوا هذا المشكل بطبيعه الحال بحكومات مسؤوله وبقضاء نزيه نقدروا نوصلوا لهذا الشيء. ربما لو انه البوليس كيف ما التكنولوجيا الان حديثه متواجده في الولايات المتحده الامريكيه، في كل سياره بوليس كاينه كاميرا كتسجل على طول المداومه، لماذا علاش ما كنخموش نديروا تقنيات وكنخليو كل شيء واضح، كل شيء موجود وميكانيكي. لانه ملي انا كاين القانون وكاين تبرير او نظره انسانيه للقانون فهنا كيولي اللعب، وهذا هو اللي خصنا نحيدو من مجتمعاتنا ونوليو كل يمكن ماشي بحال الروبو ولكن كالسيف كل شيء واضح. يبقى نشكرك أنس الفليلي البلوغر المغربي صاحب موقع bigbrother.ma على حضورك معنا اليوم في ناس نسمع. شكرا لك. بارك الله فيك. الشكر لك راضية نصراوي المحامية ورئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على حضورك معنا وعلى التيمونياج اللي قدمتونا. شكرا لك متر نصراوي. شكرا لكم انتم على حسن المتابعة. الجزء الأول من ناس نسمع راجعين بعد أخبار نسمع في جزء